من حمص ينضم لنا ناشط اعلامي بيبرس تلاوي مباشره عبر سكاي. بيبرس مساء الخير، اهلا بك معنا. الحافلات اذا دخلت لنقل المهجرين الى خارج حي الوعر المحاصر، لكن تحركها وخروج الدفعه الجديده تاجل، يقال يعني لبضع ساعات. هل بدا الان؟ هل من ملامح ومن توقيت معين سيبدا به خروج الدفعات؟ تحية لك ولجميع مشاهدينا الكرام. اليوم ظهر هذا قد دخلت حافلات النقل الداخلي لتنقل 2000 شخص من وسط الحي إلى أطرافه من أجل أن يتم ترحيلهم باتجاه وجهتهم ألا وهي جرابلس. ولكن لحد هذه اللحظة الحافلات النقل الداخلية تقوم بعملها في عملية نقل الأهالي من داخل الحي إلى خارجه، فيما أيضا قد دخلت 9 حافلات مخصصة الأمتعة والتي هم يريدون الأهالي إخراجها معهم باتجاه وجهتهم. ولكن الأمر سوف يأخذ وقتا طويلا طالما أن عملية دخول الباصات ونقل الأهالي قد بدأت ظهرا. بالطبع فإن الترحيل الخارجي سوف يكون في وقت متأخر في المساء، لأن هذه العملية تأخذ وقتا طويلا كما نحن شاهدناه خلال المراحل القادمة. بالطبع ما زال يوجد نحو دفعتين مستقبلا سوف يتم إخراجهم، واحدة منهم إلى جرابلس وواحدة منقسمة ما بين جرابلس وإدلب. طيب، عدد المهجرين، هل لديك عدد دقيق أو حتى تقريبي للأشخاص الذين سيتم تهجيرهم على الدفعتين؟ طبعا العدد القادم يقدر نحو 5000 شخص. العدد القادم لا يقل عن 5000 شخص، ما بين عوائل، ما بين مقاتلين، ما بين جرحى كذلك الامر، وعوائل الشهداء ايضا. بما انه في نهايه المطاف او بعد انتهاء من عمليه اخراج جميع الراغبين بالخروج سوف يبقى عدد كبير من الاهالي، وايضا سوف يبقى لكمه مقاتل حملت السلاح الخفيف للحفاظ على الحي وممتلكاته وعلى الاهالي كذلك الامر. طيب ماذا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين لم يرغبوا بالخروج وفضلوا الجلوس؟ يعني كيف سيكون وضعهم؟ هؤلاء كبار في السن ويوجد ضمانات روسية بأن لا أحد سوف يتعدى عليهم، وأيضا بقاء 300 مقاتل هم من أبناء الحي سوف يقومون بحماية هؤلاء الذين سوف يقوم بالإضافة للممتلكات والمنازل التي سوف تبقى، لأن لم يقدر الأهالي على أخذ جميع امتعاتهم. لذلك سوف يبقى قسم او حجم كبير من الامتعه والمفروشات ممتلكات الاهالي، وهذه المواد بالطبع سوف يتم حمايتها من قبل ال 300 مقاتل الذين سوف يبقون داخل الحي. شكرا جزيلا لك، من حمص الناشط الاعلامي بيبرس تلاوي كنت معنا عبر سكايب. شكرا.